خلص باحثون عكفوا 6 سنوات على دراسة لوحة نادرة رسمها الفنان فينسنت فان كوخ لنفسه إلى أنها أصلية بريشة العبقري الهولندي بعد أن ثارت شكوك عن أنها مزيفة لعقود. وقال متحف فان كوخ في أمستردام إن تلك اللوحة هي على الأرجح العمل الفني الوحيد الذي عرف أن فان كوخ رسمه خلال معاناته من نوبة ذهان في صيف عام 1889، ودخل خلالها المستشفى في مدينة سان ريمي الفرنسية، وعانى فان كوخ من المرض العقلي والنفسي خلال حياته، وتوفي منتحرا بالرصاص وعمره 37 عاماً.